اللايف التاسع مكمل على مسرح دانسينج وذ ستارز، وست نجوم عم يتنافسوا برقصات لاتينيه البول روم وايضا بالرقص المعاصر، وعم بيكونوا بالفعل مبدعين بادائهم وبياخذوا العقل. اربع نجوم رقصوا واخذوا العلامات وناطرين رقصه التيم دانس. خلينا نشوف الترتيب لهلا. بالمرتبه الاولى بديع وساندرا ب 39 نقطه، بالمرتبه الثانيه فاليري واسادور 37 ونص، بالمرتبة الثالثة ليدي مادونا ب 27 نقطة مع عبدو ونيكولا واماندا ب 26 نقطة. أما هلا فصار دور مادري ناتورا ريم لتقدم تاسع امتحان على المسرح. فهل رح تكمل مسيرة النجاح وتوصل للقمة؟ وشو طموحات ريم بال 2017 غير الوصول للسهرة النهائية؟ ريم السعيدي ومارتن رايكرافت واعترافات آخر السنة. الامريكان سموث كانت من اصعب الرقصات اللي مرقت لهلا. كنت اكثر شيء مفكره بالستابس، كنت خايفه لانساهم لانه ما كنت متمكنه منهم كرمال هيجن سيتي فريم. ليه هالتنشن لقدام اليوم؟ وليه هالديستورشن بالشولدر لاينز؟ تو ماني ميستيكس. The balance was a bit of an issue tonight. Need to get into the floor. انا وصلت لليفل البروجرام ما كنت بحلم فيه تو بي اونست وذ يو. متحمسه كثير للرقصه الجديده. Maybe Latin. خلينا نشوف هالمرة إذا رح ما كان من لاتين ولا لا. This week's Latin, okay? But what? Latin is usually weaker for you than the ballroom. I know. So this week we need to prove that you can Latin dance. It's cha-cha-cha, yes, cha-cha. I don't want to be in danger zone with Nikolai, otherwise he will kick us out. Yeah, he seems to be doing. Oh my god. Our routine this week is going to be a cha-cha routine by Katy Perry's Fireworks. Reem really needs to be like a firework, explosive, get into character. As you do it, make it big, okay? I want to see confidence when you do this. Show me what you got. Oh, yeah. Oh, pretty good. Yes, bud. Yeah, maybe you can be an actress after all. حلم من احلامي اللي بلشت ب 2016 انه امثل بهوليوود، كرمال هيك بلشت بالحلم ورحت على هوليوود قبل ما اجي على دانسينج وذ ستارز تتعلم اكتينج. يور فاير ورك. Does that look exciting? No. No. My coach شجعني انه فوت ب دانسينج وذ ستارز لانه دانسينج بحررني بماي موفمنتس بماي ايموشنز. Form explosion. You're keeping it very flat. Act like you're a showgirl on a big theatre stage. كل اسبوع انا رقصه فيها كاركتر بدنا نلعبه، هيدا الشيء عم يعطيني كونفيدنس ان واي تفوت على الشيء اللي بحبه وبدي اعمله بهوليوود. فاي يور ورك. Even this one is angle. Everything's angle. Dancing with the Stars ب 2016 كانت اسبوع طلعه واسبوع نزله، 2017 بدي اياها تبلش الطلعه وما في نزله ان شاء الله. I'm dead. I love it. Explosion. المنافسة صارت أصعب وأصعب كل أسبوع. I need to fight and to follow my dream. لأنه أنا مصرة إنه كافي بالبروجرام. Make it through there. بدي أفرجي للجادجز إنه I can do Latin. حاسة إنه هالسنة 2017 رح تبلش حلو إن شاء الله. Yes. Yes. I love it. And this is Latin. في تشاتشا ريم السعيدي ومارتن رايكرافت. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind wanting to start again? Do you ever feel just so paper thin like a house of cards one blow from caving in? Do you chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine, just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework, come on show up as you shoot across the sky.
فيها التشاتشا فاير ووركس. رقصت علي لأول مرة بالبرنامج تشاتشا ولهلا ما حدا رقص نفس ستايل مرتين. ميا بيلا في دنزاتا بونسيرا. ولا لا بونسيرا. أول شيء بدي أقول لك سلامة قلبك. ميرسي. بس بدي إياك تقربي على الضو لنشوف وجهك الحلو. أوكي. سلامتك، بنعرف إنه بريهرسل اليوم تضايقتي واضطرينا ننقلك على المستشفى. بس هلا صرتي أحسن. أوكي. خلينا نشوف أنا وياكي رأي لجنة التحكيم، نبدأ من عند ربيع. بديك تفرجي الحكيم إنه يو كان دانس لاتين، أنا عم بقول لك يس يو كان دانس لاتين. ثانك يو. الموضوع الوحيد يلي بتمني عليكي يو نيد تو بريث، بدك تنفسي أكثر. هالبلوكينج هون عم بيضيع لك كل شيء. عم تقدري تعملي الخطوات بطريقة مضبوطة، شفت فورورد لوك ستيب كثير حلوة، بس من ورا هالبلوكينج هون يور نوت بريثينج أوت، عم بتضيقي كل شيء خطوات عم تعمليها. بس كأوفرول حسيت انك عيشتيها مضبوط للرقصة، وقدرتي انا شخصيا تعكسي لي صورة انه لا I can dance Latin. Thank you. شكرا ربيع. ميرا، انا بوافق كثير مع ربيع باللي قالوا، كثير هيدي جديدة كثير. شوي اوقات بس مش كثير، لانه تاسع حلقة. لا لانه فيكي ترقصي لاتن وفيكي تعملي فاير ووركس يوصلوا على القمر اذا بدك. التنفس كثير مهم لترتاحي، لتقدري تحرري كل جسمك وكل الوصلات بالجسم، والوصلات بين الخطوات هن اهم من الخطوات. يعني لما تبين الرقصه مقطشه شوي، لكن يعني فيك تكوني بهوليوود، انا بقدر اكد لك. ان شاء الله ان شاء الله. عندي كل المقومات. ثانك يو ثانك يو. شكرا ميرا. دارن، Even better, I'm going to agree with them both. Oh my God. You know, you had great shapes, great lines. For me, sometimes it's the bits in between. It's that sort of spark that we need through the body action, through the movement, to keep that sort of fluidity going. So, you know, that was the little bit that was missing. But the cha-cha elements were very, very good. Thank you. Thank you, Darren. إذن دارين بيوافق الرأي الاثنين لربيعة وميرا، وبيقول إنه الخطوات كانت منيحة، ولكن بين الخطوات كان حابب يشوف بس الحماس أكثر، وكان في سلاسة وعناصر تشاتشا كانت موجودة بهالرقصة. مازن، ريم، رقصتي على غنية فايروركس وأنت وجودك بحد ذاته فايروركس. Sit down. He's not feeling well. لحظة. I'm sorry. You okay? Some water. Yeah. Thank you, Mazen. تكرم عيني. Okay. Thank you, I'm okay. Okay? Yeah. حاسة بشي؟ No, I'm fine. Thank you. Mazen. فكنت عم أقول إنه وجودك بحد ذاته fireworks، وعندك كل الانجريدينتس لتعطينا هالسحر هيدا، بس للأسف وبعرف يمكن حالتك هلأ شوي حساسة، أنا ما كنت عم بقدر شيل هالبرداية الخوف اللي حطيتيها بينك وبين جمهورك وبين الحكام، لأنه دايما في عندك أحلام بركة كبيرة وهيك. To reach them you have to forget it. هو it's a journey, it's not right. the target. So right. هو الطريق اللي بدك تمشيها بهالاتجاه هيدا. Drop the fear، هو أكبر عائق بالعالم. Drop it and be yourself. Totally right. Thank you. شكرا مازن. الخوف هو احساس وليس حقيقه، فمشان هيك الناس بتخاف من احساس، والاحساس بيجي وبيروح، ما في شيء بيثبت. ريم، رأي لجنه التحكيم، بدي اياك تروحي على رواق، ما تستعجلي، تمشي خذي المسرح كله، تمشي لعند كارلا، نشوف شو رح تكون علامات يلي رح تضعها لجنه التحكيم. انتم مشاهدينا فيكم تبقوا على تواصل معنا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك انستغرام وتويتر، ومن هلا لاخر الموسم. ريم ومارتن عم يوصل على البلو روم برواق. ريم ما رح ياخذ من وقتك كثير، دغري رح نشوف علامات اللجنه هيك منطمن بالنا. يلا اليكم علامات لجنه التحكيم. مازن كيوان 7.5، ميرا سميحه 8، ربيع نحاس 7.5، كارن بنت 7.5. التشاتشا بتجمع لي كريم انت ومارتن 30.5.
ونص. 30 ونص، النص عم يعمل عمايل. Yeah, exactly. خلينا نشوف ترتيبي كريم بالتابلو. انت السليبرتي ما قبل الاخيره، بعد في معركه اكيد ناطرينه. 30 ونص بالمرتبه الثالثه ريم. Thank you. هيدا الترتيب منه نهائي لانه ريم بعد عندها رقصه التيم بالاضافه للتصويت. بالبرايم الثامن تصويت الجمهور ابعد ريم عن منطقه الخطر، فبليز الليله ما بدنا تخف همتكم، مش وقتها ابدا، بدكم ريم تكون بين الخمسه المنتقلين للربع النهائي رقم دي اس 1. بعتوا اس ام اس على 85088 اذا كنتوا عم بتصوتوا من تونس، اما باقي الارقام المخصصه للتصويت من لبنان وخارج لبنان فعم تمروا اكثر من مره على الشاشه، فخلوا عينكم علينا. مشاهدينا ببداية السهرة